الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف بإذن الله تعالى ما تسمى نظرية التقارب والتباعد والابتعاد في اقتصاديات التنمية، Convergence and Divergence Theory in Economic Development، أو على الأقل مفهوم convergence and divergence، مفهوم التقارب والتباعد، ما المقصود به؟ تعال الآن نذكر بأن هذه النظرية أو هذه المفاهيم نبتت في حقل اقتصاديات التنمية development economics. فمن عادة علماء التنمية المختصون طرح أسئلة مهمة في مجال معرفة الفروقات بين الدول المتقدمة اقتصاديا والدول المتخلفة اقتصاديا أتحدث، وهل يمكن للدول الفقيرة اللي هي المتخلفة اللحاق بالدول المتقدمة في مجال النمو والتنمية الاقتصادية؟ هذه أسئلة مهمة جدا، وبالتالي نظرية التقارب والتباعد تجيب على هذه الأسئلة. عندما نتحدث عن سد الفجوة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة، فإن المقصود ينحصر في مستوى المعيشة أو مستويات المعيشة بين السكان المناطق المختلفة standards of living في الدولة المتقدمة والدولة المتأخرة. السؤال المهم الذي تطرحه نظرية التقارب والتباعد، هل تتقارب مستويات المعيشة في الطرفين أم تتباعد؟ هذا سؤال مهم جدا. دعنا الآن نعرف التقارب convergence. يعرف التقارب أو convergence بأنه نزعة ماذا؟ نزعة حصة الفرد من الدخل اللي per capita income في الدول المتخلفة نحو نمو أسرع من نمو حصة الفرد من الدخل في الدول المتقدمة. لاحظوا لي بأن حصة الفرد هنا تنمو بشكل أسرع من يعني من الدول المتخلفة من حصة الفرد من الدخل في الدول المتقدمة. هاي الكونفرجنس، بمعنى آخر بأن مستويات المعيشة في الدول الفقيرة تقترب من مستويات المعيشة في الدول الغنية اللي هي متطورة. أما التباعد اللي هو دايفرجنس، فهو نزعة حصة الفرد من الدخل في الدول المتقدمة نحو نمو أسرع من نمو حصة الفرد من الدخل في الدول المتخلفة، أي دائما هناك تباعد والفجوة تتسع بينهما. باللغة الإنجليزية هنا per capita GDP in advanced countries is growing faster than that of the poor countries، هي بسموها divergence اللي هي التباعد أو الانفراج. أما per capita GDP in advanced countries is growing slower than that of the poor countries، هي بسميها تقارب اللي هو convergence أو التئام. هذه التعريفات مهمة جدا حتى نكمل المقصود بالنظرية، نظرية التقارب والتباعد أو على الأقل المفهوم. نتابع على بركة الله. مرة أخرى، التقارب اللي هو convergence هو نزعة حصة الفرد من الدخل per capita income في الدول المتخلفة نحو نمو أسرع من نمو حصة الفرد من الدخل في الدول المتقدمة. أما التباعد divergence فهو نزعة حصة الفرد من الدخل في الدول المتقدمة نحو نمو أسرع من نمو حصة الفرد من الدخل في الدول المتخلفة. أي الآن الشكل البياني يبين هنا هذا الآن تقارب، لاحظوا لي دخل الفرد في الدول المتقدمة ودخل الفرد في الدول المتخلفة أو الفقيرة على الأقل تكنولوجيا. لكن لاحظوا كيف قامت هذه الدول بتسريع نمو الدخل من خلال التصنيع، من خلال تعديل المؤسسات وهكذا، وبالتالي مع الزمن نلاحظ على أنه الآن أصبحت مستويات المعيشة تقترب. هذا في حالة التقارب. أما التباعد فإنها تستمر هنا بالارتفاع وتستمر هنا بالانخفاض، أو على الأقل هنا مستقرة وهنا مستقرة، هذه مستقرة عند مستويات مرتفعة وهنا مستقرة عند مستويات منخفضة. نتابع، ما هي أسباب التقارب؟ هناك عدة أسباب، لكن هناك سببان رئيسان رصدهما علماء الاقتصاد عبر ملاحظاتهم لتجارب الأمم المختلفة في التنمية الاقتصادية، يأتي في مقدمتها ما يأتي. هناك عدة أسباب، لكن هنا سنذكر فقط سببين رئيسيين مهمان. الأول نقل تكنولوجيا الإنتاج. لاحظوا التقارب الآن، يعني استطاعت الدولة المتخلفة اقتصاديا أن تنقل تكنولوجيا إنتاج من مين؟ اللي هو تكنولوجيا ترانسفير، من الدولة المتقدمة إلى الدولة المتخلفة.
فليس على الدولة المتخلفة إلا تقليد أساليب الإنتاج في الدولة المتطورة أو اللجوء إلى ما يسمى الهندسة العكسية اللي هي reverse engineering. وعلى سبيل المثال استطاعت بريطانيا أن تضاعف مستوى الدخل لمواطنيها خلال 60 عاما عندما قامت طبعا هنا الثورة الصناعية في بريطانيا، لاحظوا في حين استطاعت الولايات المتحدة أن تضاعف دخل سكانها خلال 45 عاما. أما كوريا الجنوبية فاستطاعت مضاعفة الدخل خلال 12 عاما. نقلت التكنولوجيا من خلال الريفرس انجينيرينج وبالتالي أصبحت دولة صناعية كبيرة. مقابل كل ذلك استطاعت الصين من مضاعفة الدخل خلال 9 أعوام. لاحظوا لهذه المقدرة العظيمة عند هذا الاقتصاد الكبير. هنا الآن هذا التوضيح البياني هنا اللي هي الهندسة الابتكارية فورورد انجينيرينج، هذه الهندسة الابتكارية والهندسة العكسية. هنا لاحظوا الابتكاري اللي هي توصيف النظام، ثم الآن نذهب إلى مرحلة التصميم والتنفيذ، ثم نظام جديد. هذا بالنسبة للهندسة الابتكارية فورورد انجينيرينج. مقابل ذلك هناك هندسة عكسية ريفرس انجينيرينج، بكون أصلا النظام موجود، آلة موجودة، محرك موجود، نظام كمبيوتر موجود، بكون موجود نفهمه هنا بالمرحلة الثانية، نفهمه ونحوله ونعيد هندسته على شاكلة الأشياء اللي بحبها إحنا. هذا ما قامت به الصين وكوريا الجنوبية وكثير من الدول، الهند الآن تقوم بذلك. هنا الدول الغربية تقوم على هذه التصاميم الابتكارية، خاصة بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة. أما في العالم الشرقي يعني الصين، كوريا الجنوبية، الهند وما شابه، تقوم ب ريفرس انجينيرينج أو الهندسة العكسية. إذن الهندسة اللي هو نقل التكنولوجيا، هذا السبب الأول. أما السبب الثاني فهو قانون تناقص الغلة العائد اسمه Law of Diminishing Return. يكون مخزون رأس المال الحقيقي في الدولة المتطورة مرتفعا في معظم الأحيان، ما يعني بأن العائد الحد الإضافي اللي هو Marginal يأخذ بالتناقص التدريجي، خاصة في حالة تناقص قوة العمل لأسباب اجتماعية. بتعرفوا أنه الآن في العالم الغربي الآن قوة العمل اللي هي domestic المحلية تنخفض، وبالتالي يضطروا إلى فتح باب الهجرة الآن. وهو ما يفسر ديمومة بحث الدولة الرأسمالية عن توسيع وتعميق رأس المال وفتح باب الهجرة للأعمال الأجنبية من أجل استدامة الربح والقوة الاقتصادية. أما في الدول المتأخرة اقتصاديا فعادة ما يكون مخزون رأس المال منخفضا ويكون هناك فائض في العمالة، ما يعني بأن العائد من رأس المال الجديد يكون مرتفعا. هذه ملاحظة مهمة جدا جدا. الآن الدول الفقيرة مخزون رأس المال الحقيقي من الآلات والمعدات والبنية التحتية يكون قليل، عندما ندخل آلة جديدة بيكون المارج برايز أو العائد الحدي منها أو الناتج الحدي منها أعلى بكثير من لو أنها كانت في دولة أجنبية أو يعني غربية. إذا ما يعني بأن العائد من رأس المال الجديد يكون مرتفعا لكل وحدة رأس مال جديدة. وتقاعسها اللي هي الدولة المتأخرة هي عن استدامة التراكم الرأسمالي يؤدي إلى تراجع وضعها الاقتصادي. هذا نتحدث عن الدولة الفقيرة. هون الآن أذكركم أحبة الطلبة والمتابعين ما المقصود الآن بالعائد المتناقص على الحجم. الآن هذه دالة الإنتاج الكلي، أوكي، لكن الآن كل وحدة من كمية الموارد الإنتاجية إضافية، الوحدة الأولى، الثانية، الثالثة، نلاحظ بأن الإنتاج الكلي يزداد لكن الإضافات على الإنتاج تنخفض. لاحظوا لي الفرق من هنا إلى هنا، من هنا متساوي، لكن هنا كان مرتفع ثم أخذ بالانخفاض. هذا نسميه إحنا الناتج الحدي، سواء على مستوى المنشأ أو على مستوى الاقتصاد الكلي، يعني تتحقق ظاهرة العائد المتناقص على الحجم في الدول المتطورة. هاي سبب آخر إنه الدول الفقيرة عندما تستخدم رأس المال تستطيع اللحاق بالدول الغنية مثل ما فعلت كوريا الجنوبية، مثل ما فعلت الصين، مثل ما فعلت الهند. على الرغم من أن الفجوة ما زالت عالية، لكن لو أعطينا فترة زمنية كافية للاقتصاد الكوري، الاقتصاد الصيني، الاقتصاد الهندي، الاقتصاد البرازيلي، فربما تستطيع الاقتصاد أن تلحق بالاقتصادات الغربية. نتابع الآن أسباب التباعد. الآن هنا اللي هو divergence، هناك 3 أسباب أساسية تؤدي إلى افتراق متوسط الدخل بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة. أولا هناك تباين حاد بين الدول الفقيرة نفسها من حيث العدد والقدرة، يعني عدد الدول الفقيرة كبير، وهناك بنوعيات في دولة فقيرة أو متخلفة لكنها متوسطة الدخل،
يعني كأن نقول البرازيل، الهند، الصين إلى حد ما ليست دولة غنية، هي قوية اقتصاديا لكن ليست دولة غنية بمعنى الغنى الثراء الفاحش اللي نذكره عندما يعني نتحدث عن الاقتصادات الغربية. فهذه الدول الفقيرة منها ما يمكن أن يقال بأن لديها الحد الأدنى للإقلاع نحو النمو والتنمية، نحو النمو والتنمية، ومنها ما ليس لديه سوى الفقر والجهل وقلة الإرادة، ومنها ما يمكن أن يقال عنها أنها متوسطة الإمكانيات والدخل. هذا السبب الأول. السبب الثاني عوائق التجارة والتبادل. فمعظم الدول الفقيرة تعتمد على ما يسمى تصدير الموارد الأولية، وهي ذات الموارد المهمة التي تباع بأثمان زهيدة، لكنها في الوقت ذاته تستورد هذه الدول الفقيرة تستورد السلع المصدرة من الموارد الأولية التي صدرتها بأثمان مرتفعة. هاي تتذكروا باقتصاديات التنمية، يعني فكرة مهمة جدا جدا عن نسميها نظرية الأطراف والمراكز، أن المركز هو الذي يصدر السلع المصنعة والأطراف هي التي تستورد هذه السلع المصنعة، في حين أن الأطراف تصدر السلع الأساسية أو الموارد الأولية حتى يتم تصنيعها في الدول المتقدمة. السبب الثالث فساد المؤسسات في الدول الفقيرة أو عدم صلاحيتها للتعامل مع مبادئ الاقتصاد الحديث. فالمؤسسات من الأساسيات التي لا غنى عنها في التنمية الاقتصادية، وهي تشمل القوانين المتطورة الناظمة للنشاط الاقتصادي بكل أشكاله وحقوق الملكية والعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية. هذه أسباب، ثلاثة أسباب للتباعد مهمة جدا جدا. الآن سنبين يعني هناك نوعان من التقارب، أوكي، شكلان من التقارب. التقارب المطلق سنبدأ فيه، هناك شكلان من التقارب. أول واحد أبدأ فيه التقارب المطلق. ما هي الافتراضات الأساسية التي نستند إليها حتى نتحدث عن التقارب المطلق؟ هنا لنتخيل في هذه الحالة وجود دولتين A و B تحت الشروط التالية. أولا، مستوى تقنية متشابه بين الدولتين. اثنين، دالة إنتاج متشابهة. ثلاثة، معدل نمو سكان متشابه. أربعة، معدل ادخار متشابه. وأخيرا، معدل اهتلاك رأس مال متشابه. هنا الآن بيانيا عندي على المحور الأفقي رأس المال لكل عامل حسب نموذج سولو في النمو الاقتصادي. مهم جدا أحبتي وإخواني أن تعودوا إلى نموذج سولو حتى تفهموا بالضبط يعني تفاصيله. وهنا على المحور العمودي كمية الإنتاج لكل عامل. هذه الآن دالة الإنتاج لكل عامل. دالة الإنتاج لكل عامل Y is a function of K. K الآن رأس المال لكل عامل هنا. للدولتين A و B متشابه. وعندي الآن هاي مستوى الادخار كما ذكرنا. دالة الادخار، الادخار لكل عامل S اللي هي هذه طبعا نسبة S الصغيرة هذه. نسبة من الإنتاج الكلي يعني اقتطعها هذا الاقتصاد على شكل ادخارات للدولتين A و B متشابه. هنا الآن اهتلاك رأس المال يعتمد على، في عندي معدل اهتلاك المال زائد نمو السكان هنا مضروب في كمية رأس المال لكل عامل للدولتين A و B. الآن تقاطع الاهتلاك مع الادخار هنا في هذه النقطة بعطيني الستيدي ستيت أو ما يسمى كمية رأس المال في الحالة الثابتة بين الدولتين هنا أو للدولتين A و B. لاحظوا A و B، وبالتالي هنا هذه كمية، طبعا كمية الإنتاج اللي هي عند الستيدي ستيت عند الحالة الثابتة، وهي أقصى كمية يمكن إنتاجها في الدولتين أو في الاقتصاديين A و B. إذا أعطينا كل هالافتراضات هاي، هنا تقاطع الادخار مع اهتلاك رأس المال، وبالتالي عندي هنا نقطة تقاطع، هذه مهم جدا. هذه كمية الإنتاج للدولة A. الآن عند الحالة الثابتة تذكروا أحبتي بأن التغير في الإنتاج، نسبة الإنتاج نفسه، وبالتالي معدل نمو الإنتاج يساوي معدل التغير أو نمو رأس المال يساوي صفر لأنه صار steady state. وعندي معدل نمو الإنتاج هنا يساوي N بالمية. هذه الآن عند steady state بتصير صفر. عادة هنا ما زال في عندي نمو في الإنتاج يساوي نمو السكان، طبعا هنا N percentage هاي نمو السكان، لكن عند الحالة الثابتة هذه بكون تساوي صفر. لاحظوا الآن
لنفترض أن الآن هذه السيتي ستيت للدولة إيه، لنفترض أن هذه الشروط انطبقت على إيه وبي، لكن الدولة بي كانت قد راكمت رأس مال عند هذه النقطة، أوكي، وبالتالي كمية الإنتاج كانت عند هذه النقطة واي صب بي أقل من إيه. معنى ذلك الآن بأن الادخار لبي أعلى من الاستثمار في بي، ما يعني بأن هناك حافز مهم جدا عند الدولة بي أن تأخذ جزء من هذا الادخار من الادخار وتذهب به وين؟ بالاستثمار. ما يعني الآن في عندي نوع من الكونفرجنس أو التقارب. شو اللي بصير الآن؟ الادخار يرتفع نحو استثمار، يتحول إلى استثمار ثم إلى استثمار ثم إلى استثمار وهكذا، حتى الآن نصل إلى هذه النقطة المهمة جدا حيث تلتئم النقطتين مع بعضهم، تلتئم النقطتان، يعني كمية الإنتاج بالنسبة لـ A و B متشابهتان ورأس المال الاثنين بيكون متشابه، وبالتالي هنا هاي نقطة التقارب point of convergence مهم جدا أحبتي ذكروا أنه هذا نموذج سولو، وهكذا الآن الحالة اللي تصل فيها الدولة B إلى حالة الدولة A، وبالتالي يعني تنردم الفجوة أو تسد الفجوة بين مستويات الدخل للدولتين A و B. أما الآن ما نكمل هنا هذا، لاحظوا كيف الإنتاج ينتقل من هذه النقطة إلى هذه النقطة، وعندي هون الاهتلاك لأنه زاد رأس المال العامل، وبالتالي الاهتلاك يرتفع، وبالتالي نصل إلى نقطة الستيدي ستيت متشابهة بالنسبة للدولتين. أما الآن ما يسمى بالشكل الثاني التقارب المشروط conditional convergence، وهو آخر شيء سأتحدث عنه، هو الآن بقيت نفس الشروط، الشروط نفسها ما عدا معدل الادخار، الادخار في A أعلى من B، يعني الدولة A معدل الادخار فيها أعلى من معدل الادخار في B. نعود إلى الرسم البياني نفسها، هذه رأس المال العامل، هنا هنا كمية الانتاج لكل عامل، هاي دالة الانتاج للدولتين A و B، لكن الدولة A هذا الآن معدل الادخار لديها، وهي كانت قد ادخرت أقل، يعني أنفقت على سلع استهلاكية أو أشياء أخرى أقل ادخارها، وبالتالي لأنه الآن الاهتلاك متشابه بيناتهم، هنا الآن ما الذي يحدث؟ الاهتلاك مال الدولتين، الذي يحدث الآن أنه بالنسبة لA وصلت إلى مستوى أعلى الآن من الإنتاج، هذه الإنتاج هنا الستيدي ستيت لA وكمية الإنتاج هنا بالنسبة لA، ما يعني الآن لاحظوا لي أنه كمية الإنتاج عالية. أما بالنسبة لB هنا الآن الدولة بي، هاي الستيدي ستيت لبي مع الأسف الشديد لأنه مستوى الادخار تبعها منخفض جدا، فتلاقى أو التقى مع احتلاك رأس المال عند هذا المستوى، وبالتالي الآن ما الذي يحدث؟ أنه إنتاجها بيكون عند نقطة واي بي أقل بكثير من واي اي، ولا بد في هذه الحالة، هنا طبعا في نقطة، هنا نقطة تباعد point of divergence، حتى تتمكن A من اللحاق ب عفوا B من اللحاق ب A لابد لها أو لابد عليها من أن ترفع مستوى الادخار، وبالتالي سمي التقارب المشروط مشروطا برفع مستوى أو معدل الادخار في الـ هنا عفوا B، نعم في الدولة B. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم أحبتي الطلبة جميعا ما يفيدكم في هذا المقطع، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى قريب جدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.